فور ارم من هون عنده عضلات السواعد ولعت فقعت، بس لسه ظهره مش شغال. ليه؟ لانه عضله اللاتس لسه ما عملهاش اكتيفيشن، ما اشتغلتش. طب احنا شو يعني اكتيفيشن؟ يجي اهم شيء انك تركز عليه هو الفورم، الفورم تبعك، طريقه عملك للتمرين. افهم التمرين لايش. يعني اذا انا عمالي بعمل تمرين احماء، بحرك ايدي هيك وبلفها لورا وبرجع، اعرف لايش هذا التمرين. اعرف ان انا والله عمالي بشتغل على البول اند سوكت بالشولدر، بالكتف. الكتف بتحرك طريقه هيك، هاي الطريقه اللي من هون انا عمالي بشتغل على هاي الحركه بهاي الطريقه من هون. اذا انت مثلا بلشت بدك تعمل سكوات، اعرف ركبك اتجاههم وين، رجلك على الارض كيف محطوطه، فتحه اصابع رجليك هاي قديش مهمه، كيف انت بلانتد على الارض، كيف عمالك بتنزل، ظهرك كيف لازم يكون مستقيم، كيف لازم تتطلع لفوق، شو يعني بريسنج للكور، شو يعني انا امسك، شو يعني كور اصلا. اذا انت ما بتعرف شو الكور، طيب عرفنا شو الكور، انا اعرف شو البريسنج تبع الكور، بس عملت بريسنج للكور، كيف اني انزل، كيف اني احافظ على العمود الفقري محمي بهاي الطريقة، امتى ادخل الهواء على جسمي، امتى اطلع الهواء من جسمي وانا عمالي بتنفس في هذا التمرين، ولما اخلص الحركة قديش لازم اكون سريع، شو البيسنج تبعي. هاي كلها اشياء بدك تعرفها. فاذا انت ما عندك مدرب بشرح لك هاي الاشياء كلها، اذا مدربك سوري بده تغيير. بدك تكون اذا انت مع مدرب، يكون مدرب عماله بشرح لك هاي الاشياء كلها، يفهمك كل هاي، يفهمك كل تمرين لايش، يفهمك كيف احنا بنحرك العضله. معظم الناس بتيجي بتقعد على التمرين السحب تبع الظهر، كلهم بيعملوه غلط. بتلاقي الفور ارم من هون عنده عضلات السواعد ولعت فقعت، بس لسه ظهره مش شغال. ليه؟ لانه عضله اللاتس لسه ما عملهاش اكتيفيشن، ما اشتغلتش. طب احنا شو يعني اكتيفيشن؟ يجي على الموضوع، شو يعني اكتيفيشن للعضله، وشو يعني العضله عمالها داخله في التمرين. طب ما هو الاكتيفيشن هو تمرين، بس انه شو يعني انا اعمل اكتيفيشن، يعني اشغل. خلينا نقول الفرق اللي هو كيف ان انا بشغل السياره لسه ما تحركت، ولما ادعسلها بترول بتتحرك. تشغيله السياره هاي اذا العضله عندك مش شغاله، اذا في عضله ثانيه عمالها بتشتغل عنها، اذا معناها هذا بوتنشال لاصابه لبعدين. اعرف هاي الاشياء كلها، افهمها كلها. شوف وانت بتحضر فيديوهات وانت عمالك، هذا مش انه والله بيطلع ترند جديد على الانستغرام، واحد عماله بيعمل تمرين بطريقه معينه وقاعد فوق، يعني حاطط الكرسي وفوق الكرسي حاطط عليه بليت، وفوق البليت حاطط عليها دمبل، وفوق الدمبل قاعد بطريقه غريبه وعماله بسحب. ليه؟ لانه هاي بتعطي الزاويه اللي تحت من. طب انت عارف شو العضله اللي بتتحرك اصلا قبل ما تروح تقلده؟ ماشي، هو برو، هو ماشي وبتمرن له زمان وزهق، تضله يضرب على نفس العضلة وصارت العضلة عنده هالقد، صار بده يعطي زاوية مختلفة. هل انت زيه؟ هل انت واصل هاي المرحلة؟ هل انت لو واصل هاي المرحلة مش رح تروح تقلده اصلا، لانك بتكون تعرف تجيبها بطريقة تانية، طريقة اسهل من التعقيد هذا كله. موضوع كتير سهل، الموضوع سمبل، ما بدوش تعقيد. كل الاشياء اللي بتشوفوها هاي التعقيد والاشياء واللي بيطلع بتعلق بتشعبط في الهواء وبعمل تمرين، هذا للفيديو، هذا كله، كل هاي الاشياء للفيديو. يعني اللي بيجي بيعمل لك تمرين ابس كتير شكله معقد، هذا ما بيعمله هو كل يوم، ما بيعمله يوم بعد يوم ولا بوصله. هذا بيكون بس اخترع ايش جديد، ليه؟ لانه شكله حلو على الانستغرام ولا شكله حلو على اليوتيوب، حيجيب لي مشاهدات زياده فخليني احطه وبنعمله، يلا بنسميه تشالنج. هاي الناس ما بتتمرن هاي التمارين، وانا بحكي لكم اياها، ما حدا بتمرن هاي التمارين. بالعكس، التمرين اللي حيوصق لنتائج هو التمرين البيسك، هو 1+1=2، ونمشي عليهم 1 2 3 سستينبل. انا عارف كيف بقدر اعمل جراديوال بروجريسيف اوفرلود، بعمل جراديوال بروجريسيف اوفرلود، بضلني ازيد اللود بطريقه او باخرى. اللود ممكن ينزاد بوزن، اللود ممكن ينزاد بالتكرار، اللود ممكن ينزاد بتغيير البرامج، هذا راح احكي عليه في فيديو ثاني. وبناء على هذا الحكي انا بشتغل وبطلع وبتطور، وهذا اللي رح يجيب لك نتائج. فما تقعد يعني تنهوس بالصور وبالفيديوهات السريعة هاي والأشياء، بالعكس اقعد تعلم البيسك، تعلم الأساسيات، تعلم كيف جسمك، الميكانيزم تبع الجسم كيف يتحرك. وعلى فكرة راح تلاقي يعني
موضوع كتير كتير فن بطريقة ما بعرف. أنا بالنسبة لإلي كان كتير كتير هذا الموضوع بحكي لك يعني بيخليك تتأمل في روعة خلق ربنا لإلنا، إنه كيف الجسم مشبوك ببعضه وكيف العضلات تتحرك مع بعض، وكيف أنت لما تتنفس بطريقة معينة أنت بتحمي ظهرك، بتحمي يعني التنفس لحاله. هذا عليه فيديوهات كثيرة حتكون عندي. فهاي كلها إنه كيف هاي الأشياء عمالها تتحرك، روعة خلق الجسم، خلق إنك بس تطلع جوا جسمك، طلعش لسه برا، بس تطلع جوا جسمك كيف جسمك معمول، وكيف العضلات تتحرك، كيف المفاصل تتحرك، كيف إذا عندك عضلة مش شغالة ممكن تعمل لك مشكلة في جهة تانية من الجسم. هاي الأشياء كلها ممتعة. صار أنا بالنسبة لي كانت كتير كتير إشي حبيته، حبيت أدخل فيه بتمعن وأخذت فيه دورات زيادة كمان، بس هذا لأنه يعني لقيته كتير كتير interesting. بس إذا أنت الموضوع عندك مش كتير interesting، بس تعلم، افهم، اعرف شو اللي عماله بصير بجسمك قبل ما تعمل التمارين. ركز على الفورم من أول يوم تبدأ فيه تمرين، لأي تمرين بتعمله، لآخر يوم أنت بتمرن فيه بحياتك. الفورم هو أهم شيء. وحتى لما بدك تعمل فيه شيء اسمه cheating بالبادي بيلدينج مثلا، في طريقة اسمها cheating. حتى cheating أنت بدك تعرف كيف بنعمل cheating. أنا بدي أعرف كيف أعمل cheat عشان ما أأذي حالي. يعني لما بدي أرفع وزن زيادة وأعملها بطريقة اللي هي cheating، في لها طريقة معينة إني أشتغل فيها بحيث إني أعمل activation bar زي ما حكينا، العضلات معينة، أقوص ظهري مثلا بطريقة معينة، أكون أنا حامي ظهري وحامي كتفي وحامي كل إشي قبل ما أرفع هذا الوزن.